أهلا بكم، تتابعون على رأس الساعة. السودان يصل باريس على رأس وفد حكومي في زيارة تشمل لقاءات ثنائية وتوقيع اتفاق شراكة استراتيجية بين العراق وفرنسا. رئيس الجمهورية يدعو لتعزيز الجهود للتعرف على مصير الأيزيديين المفقودين والإسراع بإعادة النازحين إلى مناطق سكنهم. اتفاق مبدئي على توزيع رئاسات اللجان بين الكتل النيابية 12 منها للإطار والبقية توزع على الكرد والسيادة والمستقلين. جموع الزائرين تحيي ذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام، وقيادة عملية سامراء تؤمن الزيارة بخطة أمنية محكمة. النزاهة تفتح ملف المحفظة الاستثمارية بين هيئة التقاعد وشركة كيكارد وتعيد أكثر من تريليون دينار إلى خزينة الدولة. التجارة تدعم 4 مواد أساسية للحفاظ على توازن الأسعار وتعلن استيراد أكثر من 800 ألف طن من الحنطة. إذن مشاهدينا، تفاصيل هذه الأخبار تأتيكم على رأس الساعة. إلى اللقاء.